يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعطلت أجهزة التكييف في مسجدنا. يقول: تعطلت أجهزة التكييف في مسجدنا، وليس عندنا عامل مسلم لإصلاحها، ولا يوجد إلا كافر، فهل يجوز أن ندخله المسجد لأجل أن يصلحها؟ ما في بأس، ما في بأس، يدخل الكافر ويصلح الخلل اللي في المسجد. وقد دخل النصارى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه وتصالحوا معه، وأدخل فيه ثمامة بن وثال قبل أن يسلم، وربطه فيه قبل أن يسلم. فلا مانع من دخول الكافر الذي ليس في دخوله أذى للمسجد أو للمصلين، ولا سيما للحاجة. نعم.